صباح الخير يا جماعة. النهاردة هنتكلم على الكومبليكيشن بتاعت السمايل. احنا المرة اللي فاتت في الراوند اللي فات كنا اتكلمنا عن البيزك انفورميشن على السمايل وازاي ان احنا نقدر نديل مع السمايل ستيب باي ستيب من الاول. خلينا بس فاكرين دايما ان احنا كلنا بنأمل دايما الحاجة انها تبقى بيرفكت، لكن في الاخر احنا ممكن نقابل صعوبات اثناء الحاجه دي او تعليم الحاجه دي او شغل الحاجه دي، فلازم دايما نبقى مستعدين للصعوبات دي. طيب سريعا كده، السمايل هو بيقدم لنا زي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بس براجعه سريعا. احنا قلنا قبل كده ان هو لسه ان فيزك اوبشن بيدينا ريل اوبتيكال زوم، وفي نفس الوقت بياخد نفس الوقت عشان يصلح الهاي ايرور واللو ايرور، وبيدينا ليست دراينس اوبشن بالنسبه للبيشنت بتاعنا، لكن في الاخر هو نيو سيرجيكال تكنيك محتاج ان احنا ناخد ليرنينج كيرف اكبر شويه من اي ريفراكتيف سيرجي او ريفراكتيف بروسيدور ثانيه، خصوصا ان احنا نحدد مكان الانتيكيول وان احنا نجيت اوت الانتيكيول من البوكيت بتاعنا. برضه سريعا كده عشان نعمل بيرفكت دوكينج في السمايل، اول حاجه نقول للعيان بتاعنا بص للنقطه الخضراء، وبعد كده بتبدا مجرد جاست انك انت بتدور على البيوبل. وانس انك انت جيت البيوبل اللي هي الوايت سيركل الموجوده دي بتبدا تحاول تكيب سنتر قد ما تقدر، وبعد كده بتحاول تعمل كومبليت تاتش للكورنيا من غير ما يبقى اي في فلويد نسكس موجود حوالين الكورنيا. بعد كده سكشن اون بتكونفيرم السنتريشن بتاعتك بالانفراريد، وبعد كده بتبدا تبريس الفود سويتش. اول ستيب ودي مهمه جدا عشان بعد كده لما نيجي نتكلم في السكشن لوس، اول ستيب بتتكون هي البوستيرور سيرفس او اللي احنا بنسميها الانتيكيول، بعد كده السكند ستيب اللي بتتكون اللي هي السايد كات بتاعت الانتيكيول، ودايما الفيرست ستيب تبدا من بره لجوه عشان العيان يبدا اطول فتره ممكنه شايف النور الاخضر، وبعد كده بتبدا اخر ستيب اللي هي الثيرد ستيب الكاب، وبعد كده الانسجن. طيب الخطوه الثانيه ازاي اعمل دايسكشن ايديا، بتعمل اوبننج للانسجن، بعد كده تبدا تعمل ايدنتفاينج للانتيرور سيرفس، بعد كده ايدنتفاي البوستيرور سيرفيس، بعد كده تعمل دايسكشن للكاب. دايسكشن للكاب يا اما سايد باي سايد يا اما انك تعمله ان سيركلر مانر زي كده، بعد كده تعمل دايسكشن للانتيكيول تروح من الساعه 12 لغايه الساعه 6، بعد كده تتحرك سايد باي سايد سايد باي سايد لغايه ما تعمل كومبليت سيبريشن للانتيكيول. وانس انك انت عملت كومبليت سيبريشن بتحاول تعملها از ا بالك عشان تقدر تو جيت ات اوت وذ ذا لنتيكيولار فورس. بتدخل بالتيكر فورسبس وبتعمل وتشدها وتسحبها لبره، بتبدا تحطها على الكورنيا جاست انك انت بتبقى انفورميشن عشان تتاكد ان هي كومبليتد اور نوت. كل اللي احنا بنعمله بنحط نقطه بريد فورد، بتعمل بولينج حوالين الانتيكيول دي وبتبدا تتاكد انها سيركلر مفيش اي ريمينينج بار مفيش اي تاكس موجوده، بعد كده بتعمل فلاش للبوكت، ودي نقطه كونتروفيرس شويه، في ناس بتعمل فلاش في ناس ما بتعملش فلاش، بس هو احنا انا لقيت ان الفلاش بيعمل اكسلريتد شويه للهيلينج والريهابليتيشن، بيسرع الريهابليتيشن بتاعت البيشنت. بعد ما بتعمل فلاش للبوكت بالبي اس اس بتبدا جاست كورنيال مساج بس عشان لو في اي فلويد ايفاكيويتد فلويد عن طريق الانسجن. ده كده سريعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس انا رجعته بس معاكم سريعا. طيب النقطه بقى اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي هي الديفيكالتس بتاعت السمايل، وانا بحب اسميها دايما ديفيكالتس مش كومبليكيشن عشان الكومبليكيشن ممكن تأفكت الاند ريزلت، لكن الديفيكالتس لو انت عملت لها مانجمنت كويس لا مش هتأفكت الاند ريزلت بتاعتك. عندنا ساكشن لوس، بلاك سبوتس، ريمينج للتيكيول، الانتيكيولار ستاك والكاب تير، دول اشهر خمسه ديفيكالتس ممكن نقابلهم واحنا شغالين استمارة. انا المره اللي فاتت اتكلمت على ان احنا ازاي تو هاو تو افويد، معظم الكلام ان احنا ازاي نتجنب، ازاي نتجنب. طب احنا لو حصل لنا بقى الفيديوز اللي جايه دي كلها كلها لو حصلت واحنا ازاي عملنا مانجمنت للقصه. يعني هنبقى مختلفين شويه عن المره اللي فاتت. اول حاجه كاب تير ده الكومبليكيت او الديفيكالت الاشهر، ده عشان احنا بنشتغل دايما في تايت بوكيت وسمول انسجن وبيحصل صادم مومنت، يعني هو معظمه ليه ريليتد شويه للبيشن. الكاب تير زي اللي حاصل ده هنا موجود هنا مش هيأثر في اي حاجه، بس هو عايز تافويد الكاب تير انك انت تافويد ان هو ما يحصلش، دايما بتكنترول البيشن بتاعتك بالكوليبري. يعني في ناس شويه كتير بتحب تشتغل من غير ما تستخدم الكوليبري، لا على قد ما تقدر تحاول تستخدم الكوليبري اطول فتره ممكنه لان ده هيعمل لك كنترول كويس جدا للبيشن بتاعك.
تاني حاجه ستكشن لوس مهم جدا في الفيديو ده، ان دي ستيب 1 اللي احنا قلنا عليها. بعد كده ستيب 2، لاحظوا هنا ان انا بقى هيبدا يحصل ستكشن لوس من هنا. وانس ان حصل ستكشن لوس انا عملت ادكشن للستكشن، عفوا الستكشن لوس ما خليتوش يكمل. بعد كده عملنا ريسنت، هقول لكم ليه ما خلناش نكمل، الفيديو الجاي هيشرح ليه ما خلناش نكمل. يعني احنا عملنا ريسنتريشن بس كان عندنا في مشكله ان انا ازاي اعمل سنتريشن تاني، فاستخدمت انك بوينت كده عشان اعمل سنتريشن للانتيكيول عشان البيوبل جت بابل كانتش واضحه بالنسبه لي. وبعد كده كملت عادي خالص الاوبريشن. ده الفيديو ده الحقيقه مش بتاعي، هو ساكشن لورس بدا برضه يحصل نفس الحاله اللي فاتت بالظبط، بس الجراح هنا انسيست ان هو يكمل. هو المفروض طبعا يعمل اندكشن للساكشن لورس عشان ما يحصلش المنظر ده. الفكره ان الانتيكيو اللي هي ستيب 1 وستيب 2 كملت، ستيب 3 ما كملتش، وهو المفروض كان يقف برضه البوست بون البيشن مره ثانيه، لكن هو انسيست ان هو يدخل فحصل الكاب بريشن. برضه انسيست ان هو يكمل زياده، فهو كان لازم في الحقيقه يكمل. طالما وانس انك انت دخلت البوكت لازم تكمل، انت بتاخد القرار قبل ما تدخل البوكت. هي الانتيكيول طلعت شبه كامله بس في كريسنت باقي هنا، طبعا ده هيأفكت الاند ريزلت بتاعتك. كان القرار الصح في الحاله دي انك انت وانس انك انت جيت حصل السكشن لوس او بدا يحصل السكشن لوس والكونجكتيفا تبقى برولابس جوه الكون، المفروض انك انت بتوقف وتعمل ريلوكينج تاني، او لو انت ما لحقتش خلاص حصل كانت بوست بون انفيشن ده ليوم تاني خالص. دي التكنيشن باي فولت يعني دخلت لنا المين انسجن، بدل ما دخله 120 هنا دخلته 12 تمام، كتبت 12 بدل ما تكتب ال 120 باي فولت يعني. طبعا هتبقى في صعوبه بالنسبه لكم، طبعا لا ليفت هاندد سيرجن لا طبعا، فهتبقى في صعوبه شويه عشان ليفت هاند، بس البرايز الثانيه ما كانتش كده. المشكله ان الانتيكيور بقت ستاك فصعبت الموضوع اكتر. الفكره كلها انك انت بتبدا ترفع الليب او الانسجن بتاع المين انسجن تاني، هوريها لكم تاني معلش. بتبدا عن تيجي عند الانسجن ده وتبدا بالكوليبري وتبدا ترفع الليب بتاعه عشان تبدا تشوف السبيس اللي بين الانتيكيول وبين الكاب. وبعد كده بتبدا تدخل بين التو سبيسز ده. يعني بص احنا هنا مش عارفين نوصل، فجبت الكوليبري ورفعت ودخلت بين السباتولا بين التو سبيسز وبدات تعمل دايسكشن عادي خالص، والانتيكيول طلع فيه. فده لو حصل ساكشن لوس، عفوا ستاكلنتيكيول برضه هنا في الحاله دي نفس القصه. احنا عملنا هنا دايسكشن للكاب، وانس ان احنا بدانا ندور على الانتيريور سيرفيس على الانتيريور سيرفيس للاسف مش موجود، حصل له ستاك. فكرت بطريقه ثانيه خالص ان احنا ممكن تعمل فلاب من الانتيكيول نفسه، تيجي في سايت تعمل فلاب وبعد كده بتعمل بي ليها اول اراوند وتطلعها بره. طيب ريمينينج لينتيكيول طبعا ده عشان هيأفكت وممكن يعمل ريجولار ستيجماتيز، عشان كده مهم جدا الستيب بتاعك انك انت تعمل سيرش فور ريمينينج بار. ده كريسنت باي، فجيت انا في نص الكريسنت السنسكي كده بدات تبدا تعمل دايسكشن لاي وان اند منهم، اي واحده يعني اعمل فري لاي وان اند فيهم، بعد كده خدها بالتكرا فورس وتعمل لها جاست بيلينج اوت. يعني ما تنساش طبعا تعمل فلاش للبوكت عشان اي ريزيدوال بارتس من البريدفورد بارتكلز. دي برضه ريمينينج للتكيور، بس احنا استخدمنا فيها حاجه دبل اند سباتولا اسمها سمايل لنتيكولار هوك. هي دبل اند سباتولا اللي هي حاجه زي الشوكه كده، نفس الفكره بالظبط ان هي برضه ده كريسنت باقي اهو من اللنتيكيور. برضه انت جاست انك انت بتدخل وبتعمل فري لاي واحده من التو اندز دول، اي واحده من التو اندز تدخل بالانتيكيولار فورست وبعد كده تبدا تقشرها وتجيبها تمام. ميزتها دي انك انت ممكن ما تستخدمش فيها البريدفورد انترا بوكت انجكشن. طيب دي الانتيكيول بعد ما خلصت بقت شبه قاره افريقيا بالمنظر ده، فيها اكتر من ميسنج بارتس موجوده، برضه نفس القصه فيها كاب كتير موجود. ريكومندد كيس يعني باي ذا واي، يعني احنا بنحقن انترا بوكت
برينفورد تبدا تطلع البارتكلز بارتكل بارتكل. بس في الحاله دي انت بتتعامل مع المنظر ده از ا بازل، يعني انت بتجيب البارتكل عشان تكونفيرم ان مفيش اي ريميننج للديفيو لغايه ما بقت في الاخر سيركل بالمنظر ده، لازم تتعامل معاها لازم تكملها كامله. ماشي البيشنت ده باي ذا واي يعني تاني يوم كان 6 6. ما ينفعش مثلا في سين او اي حاجه قابله، انا ما بشتغلش براكتيك ولا حاجه، بس حاجه انترا كورني للسين. حاجه الوحيده بريدفورد، بريدفورد فكرته ان هو بيعمل بولينج حوالين، هو ما بيعملش سين بس بيعمل بولينج حوالين، لان بيبقى التيكيول الباقيه دي اعلى من بقيه البيت. تمام. فهو بيروح عامل ايه؟ بيروح عامل حواليها بولينج، بيبقى البريدفورد بيجمعها كده بول. اريا ديفايد اوف بريدفورد تبقى بالظبط كده. بالظبط. يعني عارف ان الشوت يعني دي الحته اللي انا المفروض اشيلها واطلعها بره، لكن للاسف مفيش ستيل. بالعكس احنا ممكن لازم برضو ان احنا زي ما قلت تعمل فلاش بالبي اس اس دايما، عشان لو في اي فيرتيكلز موجوده ممكن تعمل دي ال كي، ممكن تعمل تافكت الفيجن الاند ريزلت بعد كده تطول الريهاب بريدفورد. اه فلازم تعملها وش كويس جدا كده. حضرتك بتافويد اللي تحط اصلا بريدفورد جوه الستور. انا بغسل على فكره بي اس اس معاه ديكساميثازون، يعني بي اس اس ده معاه ديكساميثازون بس ما بحطش بريدفورد خالص. ما كان طلع الديفلوستيرو، لما طلع الديفلوستيرو يعني فالديفرستيرو ايمالجر اكتر من البريدفورد، يعني دايب اكتر، فكان دايما بتيجي تحط بوست اوب بعد الليزك مثلا كان ممكن يدخل شويه منه تحت الفلاب. انا بتكلم جوه الانترا اوبراتيف يعني، فكان بيدخل تحت الفلاب بتاعت الليزك. ماشي. فانا يعني احنا ما بدانا نلاحظ الكلام ده ما بقيناش نستخدمه لغايه ما جت الشركه بعد 6 شهور قالت ما تستخدموش يا جماعه الديفرستيرو جوه العمليات، استخدموه بوست اوب عشان ده بينزل تحت الفلاب ممكن يعمل دي ال كي. الشركه اللي قالت كده. فيعني انا قصدي هي الفكره كلها ان دايما الفورن دي ال كي ده رياكشن، فالفورن بودس اللي موجوده دي كلها ممكن تعمل، فلازم على طول نعمل لها وش اول باول يعني ما نسيبهاش خالص على قد ما نقدر يعني. طيب البلاك سبوتس، مشكله البلاك سبوتس انها بتعمل ديفيكولت في السيبريشن. طبعا هي الاريا اللي ما بيوصل لهاش ليزر نتيجه ان حصل لها بلوك. البلوك ده ممكن يكون نتيجه ايه؟ ممكن نتيجه مايبيبيال سيكريشن، ايا كان مشكلته ان هو زي ما انتم شايفين كده بيبقى ديفيكالت في السيبريشن. ديفيكالت ده بيعمل دامج للستروما وممكن يخلي الريهابليتيشن اطول بالنسبه للبيشنت. طيب بلاك سبوتس بقى لو حصلت لارج بالمنظر ده كده بقت كبيره قوي زي المنظر ده، ده المومنت او الوقت اللي انت لازم تبقى فيه جيف اب، لازم تقف ما ينفعش. بلاك سبوتس دي يعني فور ايدنج؟ لا بلاك سبوتس دي اريا من الليزر ما وصلش ليه. دي اريا زي دي كده الليزر حصل له بلوك ما وصلش ليها. ما وصلش ليه للتيشو هنا؟ عشان يا اما في مايبيبيال سكريشن قفل ما وصلش الليزر ليها، في انك موجود، في لوز ايبيسيبيوم ما قدرش يوصل للديب تيشو. لو احنا وصلنا للمنظر ده وخصوصا ان هو بريفرال وعند الميد انسيجن ده لازم اقف، ما ينفعش اكمل الحاله. يعني اعمل حاجه فيهم تاني. اعمل ابوست بون البيشن ده خالص ليوم تاني خالص. ما ينفعش استنى يا اما 4 ساعات يا اما احسن ان انا ابوست بون البيشن 4 ساعات. ليه؟ عشان يحصل كومبليت ابسوربشن للجاز بابل. معلش بس عشان دي مش زي الفلاب ده في الليزر، مش كات. لا مش كات. جاست بابلز ممكن تريزولف خلال ساعات. بالظبط 4 ساعات ممكن يحصل كومبليت ابسوربشن، بس بشرط ان انت ما تكونش لابس للعين. ما تجيش ما تفتحيش الانسجن، مجرد ما انت فتحت الانسجن ده خلاص انت لازم تكمل. احنا وانس جيت ان وي شود كومبليت، مجرد ما احنا بدانا ندخل لازم نكمل الحاله. ملهاش حل بقى في الحاله دي. لكن انت لو الحاله دي سبت العيان خالص وحصل وهو اوريدي ده اللي حصل مع العيان ده يعني مجرد ما لبسنا وإير بابلز طلعت خلاص بدا يحصل سيبريشن. انت عايز بوستبون برضه؟ لا في جزء حصل له سيبريشن، ما هو في جزء حصل له سيبريشن، هتعمل ريدوكينج تاني وهيبقى عندك كده في ليفل تاني برضه حصل له سيبريشن. هو انت فكره لما بتطلع جاز بابل ايه اللي بيحصل؟ بدا هيحصل خلاص، انت عملت سيبريشن بتاع التشو. ما هي الجاز بابل دي لو حصل لها ابسوربشن التشو ما فيهاش مشكله، لكن السيبريشن ده انت مجرد ما دخلت وعملت وفتحت
ودخلت وحصل جاز بابل طلع خلاص انت في ليفل في جزء ممكن ما يبقاش حصل لباقي الجزء بس في جزء من ده حصل له سيبريشن فانت لما تيجي تعمل تاني عشان تعمل تاني خلاص في بقى في مالتيبل ليفلز موجوده. طب ليه ما بيقولوا هو نفس طالما ده في السمايل يعني فهمته المفروض انه بينزل على نفس الليفل اللي هو انت ظبطه لا يمكن يتغير. ده مين اللي قال؟ ده قالوها في المؤتمر بتاع الجمعية الرمضانية ده احمد عزام في نفس السيشن هو كان في نفس السيشن في نفس السيشن هو عشان كده انت بتعمل سكشن تاني. طب ليش معنى بقى لو في هذا السيشن يبقى مختلف؟ انت دلوقتي انت هنا انت في بلاك سبوتس موجوده هنا اهو تمام كده؟ انت لما تيجي في السكشن لوس ما بيحصل انت بتكون انت السكشن لوس لما بيحصل وتكون الانتيكيو ممكن تكمل صح؟ على نفس الليفل ده في نفس السيشن تمام كده؟ لكن انت جيت في سيشن تانية انت مش ضامن السنتريشن بيرفكت 100% لا لكن الليفل انا ضامنه بالميجرمنت هقول لحضرتك السنتريشن تضامنه؟ لا لا خالص صح كده؟ يبقى دي اول نقطه انت مش ضامن السنتريشن عشان كده احنا حتى لما بنيجي في السكشن لوس بنعمل دايما سنتريشن من النقطه من النص بتاعه الفنتيكيول على قد ما نقدر ولو مش شايفين البيوبل بنعمل زي ما انا حطيت بالانك تمام كده ده رقم واحد. رقم انك مش هتعمل بلاك سبوت تاني يعني نعم. ده مش هتعمل لك بلاك سبوت هنا انك دي انا بتعمل بس في حاجه اسمها انك بريس يعني النقطه الانك اللي بيسمح بمرور الليزر ده اللي احنا بنستخدمه يعني حاجه مخصوص وده موجود يعني مفيش مشكله تمام ده رقم واحد يبقى سنتريشن ده البوينت الاولانيه والمهمه بالنسبه لي تمام انت لو عملت سنتريشن هنا او هنا دي سنتر فانت كده بعدت عن السيشن تمام كويس طيب رقم اثنين انت لو عملت انت لو فتحت الانسيشن ده بقى عندك انسيشن في الكام حتى الجديده اللي موجوده صح كده؟ فدي مشكله ده موجود انسيشن جوه كام الجديده اللي موجوده؟ ما طب احنا اتفقنا احنا مش ضامنين السنتريشن تمام؟ دي نمره واحد رقم اثنين رقم ثلاثه بقى الفكره كلها انك في السيشن الثانيه انت ممكن يكون الميثيليوم هي بقى لوز ممكن تبقى انت مستخدم فلويد كتيره زياده ممكن تبقى في مايبروبيان سكريشن ثانيه في مكان ثاني فانت مش ضامن الليفل لو انت الا في نفس السيشن فانت ما ينفعش تدخل هنا لان انت في ناس انا في فيديوز موجوده لو انا بس كان في وقت في محضره قبل كده في فيديوز ناس اوريدي بدات تدخل لا طب سؤال يعني انا ليه ما اعملش في نفس السيشن بنفس فكره الفيمتو ليزر ان انا اعمل دوكينج تاني واعمل تو ليفلز تانيين وابقى هيطلعوا في نفس المكان بالظبط ليه بقى؟ ما ينفعش تعمل كده ممكن تعمل دي فلاب لو انت عايز يعني ممكن تعمل بلاك سبوت هنا ممكن يعمل تاني لا ما هو البلاك سبوت ده هيبقى تعمل وش ما تعمل وش ما فيش مشكله دي لكن انت ممكن تعمل فلاب تانية لكن مش هتضمن ان يعني انت عشان تدخل اولا لازم تدخل الجهاز نفسه مش هيسمح لك اصلا يعني انت لو لا في فيديو كان عمله احمد عساف في المؤتمر عمل دوكينج مش اقل من 6 مرات في البيشنت انا فاكر لو ايه؟ المؤتمر هو اللي فات على طول فلاب بس 6 مرات فلاب مفيش مشكله خالص فلاب مفيش اي مشكله طب ما دخل في نفس الليفل لا ده تو ليفلز فوق بعض لا الموضوع مختلف ده سمايل انا معاك ماشي انا بقصد ان هو الفلاب عملنا قبل كده 4-5 مرات مفيش مشكله خالص الفلاب طب ما دي ما لو هو دخل في تو ليفلز يعني لو هفترض ان هو دخل في ليفل مختلف عن الليفل اللي هو كان في الفلاب كانه عمل سمايل ما هو كده يقطع تو ليفلز في لا الفلاب مفيش مشكله انك انت تدخل تعمل دوك ري دوكينج وليزر دريبلي تاني من اكتر من 4-5 مرات مفيش اي مشكله وحصل ايه اللي هيخليهم على نفس الليفل؟ معرفش بقى ده كان ما انت بقى مش عارف هو ده الفكره كلها ان الجهاز مش هيسمح لك بس كده ماشي لان دي كانت ملفته بالنظر انه عملها 5 مرات أو 6 مرات في نفس السن الانهانس بالتكنيك بقى اللي هو السيرفس ابليشن والفيمتو فلاب والريسمايل والسيركل تكنيك دول الـ4 انهانس بالتكنيك اللي احنا ممكن نعملهم معظمنا بيعمل السيرفس ابليشن لكن والفيمتو فلاب ممكن تكونفرت الكاب لفيمتو فلاب لكن الريسمايل انك انت تعمل لنتيكيول جوه الكاب القديمه جاست انك انت بتعمل بس ايدنتيفيكيشن للاولد لنتيكيول عشان تبدا تعمل او الاولد
بليس بتاعت الاوبتيك او بتاعت الانتيكيول عشان تقدر تعمل سنتريشن فيها وبتبدا تكون الانتيكيول جوه الكاب القديم. السيركل تكنيك اللي هي دي انك انت بتحول فيها الفلاب القديمه الكاب عفوا لفلاب جاست انك انت بتقطع السايد كات بس فوايد بتبقى مور وايدر يعني وبتبدا تدخل عشان تبدا تعمل دايسكشن للكاب وتحول الكاب دي انتو فلاب. شكرا يا جماعه. حد عنده سؤال هنا؟ لا ده معلش سؤال برضه. قول يا باشا. تحول الكاب لفلاب في الحاله دي بتحول فيها الكاب لفلاب دي عشان تحل ايه؟ عشان ايه؟ عشان هتحل ان دلوقتي ريزيديوال ايرور. ما احنا بنعمل دي انهانس بالتكنيك عشان تحول ريزيديوال ايرور. انت بعد ما شلت الانتيكيول بقى فتره بعد قد ايه ممكن تعمل من لغايه مش اقل من ست شهور في السمايل استنى احسن ست شهور. ست شهور تخش تعمل له برضه فيمتو ليزر بس يقطع بس يقطع السيركل تكنيك دي بتقطع بالظبط كده. دي بيبقى متحدده من الاول ولا انت اللي بتحدد يعني ايه متحدده؟ يعني انا دلوقتي ما انا عامل الكاب ديت على ميجرمنت معينه انا عايز الفلاب ايوه ما انت لازم تعملها على نفس الماشين بنفس البارامتر بتاع العيان الاولاني بالظبط كده نفس عشان كده نرجع بقى للنقطه دي انت تاخدها نرجع تاني للنقطه ان هو لازم الجهاز نفسه هو اللي يعمل ادجاست يعني انت عشان تعمل ريدوكينج ست مرات زي ما انت بتقول كده الجهاز هو اللي بيعمل ريدوكينج لان الجهاز بيبقى فاهم هينزل على ليفل ايه لكن انا ما باجي اعمل هنا ريدوكينج في عيان اوريدي الجهاز خلاص خلص التريتمنت بتاعته هو الجهاز اصلا مش هيسمح لان هو الجهاز نفسه مش ضامن ان هو ينزل على نفس الليفل تمام ماشي مش التكنيكال بالظبط كده العافيه يا باشا. لا هو لما